هرجع بقى على تفرد سعاد او تميز سعاد كان نابع من ايه؟ انا قلت لما قلت ان سعاد حسني نغمه مرئيه يعني لان كل حته فيها فيها ايقاع فيها احساس موسيقي لكن بالاداء مش بالغناء يعني حتى قبل مساله بعيدا حتى الغناء لا بالاداء الحركي بالنظره فهي نغمه مرئيه قوه سعاد في تعدد انغامها الدراميه ما تقدرش دايما الفنان بتحطه في حته ده استعراض خلاص تضرب تعظيم سلام لا ده في الكوميديا تمام ده في التراجيديا طب سعاد لا سعاد متعدده وهي النجمه اكتر نجمه عندها هذا التعدد عندها التعدد علشان تعدد الموهبه يعني ما هو برضه الست شادية يا حبيبتي وحبيبتك ما هي بتغني وبتمثل لكن ما عملتش استعراض ما بقول لك لكن غنت ومثلت وعملت التراجيديا وعملت الكوميديا هتلاقي سعاد اكتر فنانه عندها تعدد انغام واداء وتطور وهي فطريه جدا وبتلقط اصل مشكله فن اداء الممثل انه بيتطور بشكل بايقاع سريع عشان كده تلاقي في ممثلين تالقوا في لحظه زمنيه وفجاه تبص كده تلاقيك فين ده لانه ما عرفش يلقط اللغه لغه الاداء الجديده سعاد لا كانت هي وكانها هي صاحبه الابجديه بتاعت الاداء هي قانون الاداء يعني سعاد تحولت من مؤديه عظيمه الى فن اداء يعني ده اعلى حاجه ممكن يعملها المبدع يعني مثلا تقول ايه ام كلثوم مش بس مغنيه ده فن اداء عبد الحليم مش مغني عظيم ده فن اداء سعاد حسني ليست فقط ممثله عظيمه هي فن اداء ويطلع بقى تلاميذ دايما هتلاقي الاسماء قلت عليها دي بتعرفهم ازاي من عدد التلاميذ اللي حتى بعد رحيلهم بيفضل موجود حليم ما ماتش في تعدد اللي طلعوا بعده سعاد حسني نفس الحكايه وهي موجوده يبقى في ناس بتحاكيها ترحل بتلاقي في كل حد نفسه يبقى سعاد هل كانت هذه المحاكاه من التلاميذ علشان خاطر سعاد مدرسه في الاداء ولا سعاد حاله مبهره لا وكانها هي الاداء يعني بتقول الغناء ايه يبقى ده الغناء الفن الاداء الممثل الحقيقي بيبقى هو سعاد فهم من فرط الابداع بيبقى الاداء بتاعها هو الابداع فقط فسعاد مرت بالتجربه دي وده اللي خلى انه هي دايما النموذج عند اغلب النجمات حتى الان يقول لك دي سعاد زي سعاد حسني نفسي يبقى سعاد حسني نفسي يبقى سعاد يعني كل نجمه ظهرت اكيد جواها رغبه ان تكون سعاد حسني بكل طيب. بكل القيمة بكل